ضيوفنا الكرام، أهلا بكم في اليوم الثاني من فعاليات منتدى جدة الاقتصادي 2014. كل يوم في طريقي من منزلي في منطقة جبل علي وصولا إلى عملي في مدينة دبي للإعلام، كنت أشاهد أعمدة من الأسمنت والحديد تبنى واحدا تلو الآخر على طريق الشيخ زايد. علمت فيما بعد بأنها البداية لإنشاء مترو دبي الشهير والمتفرد في منطقتنا الخليجية. كان من الصعوبة بمكان تخيل مقدار الجهد والصبر لتركيب هذه الأعمدة والمسارات لعشرات الكيلومترات على امتداد الإمارة، ولكن في 9/9/2009 الساعة 9:09:09 افتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي مترو دبي. يشرفنا اليوم من دولة الإمارات العربية المتحدة واحد من الذين شاركوا في هذا الإنجاز منذ البداية، واسمحوا لي أن أقدم نبذة مختصرة عن ضيفنا الكريم ومسيرته ومشواره في الحياة العملية. في سبتمبر 2011 قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتقليده وشاح محمد بن راشد آل مكتوم لإنجازه في قطاع عمله. هو مهندس مدني متخصص في مجال البنية التحتية، ويحمل كذلك شهادة الزمالة الفخرية من جمعية المهندسين المدنيين البريطانيين، وقد تولى قيادة هيئة الطرق والمواصلات في نوفمبر 2005 وقام بالإشراف على تأسيسها ورفضها بالكوادر المطلوبة. وقبل قيادته لهيئة الطرق والمواصلات عمل في بلدية دبي وتدرج في العديد من الوظائف حتى تقلد منصب نائب مدير عام بلدية دبي، ويشارك في العديد من المجالس واللجان العامة في إمارة دبي، فهو عضو في المجلس التنفيذي لحكومة دبي ونائب رئيس مجلس دبي الرياضي، ويشارك كذلك في العديد من المجالس على المستوى الاتحادي، منها على سبيل المثال منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة ورئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات للتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى كونه عضواً في مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات. رحبوا معي بسعادة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي المهندس مطر الطاير. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن ألتقي بكم في هذا الحدث الهام لاستعراض دور البنية التحتية في تعزيز التنمية الاقتصادية. كلكم تعلمون أن هناك عوامل كثيرة تؤثر على التنمية الاقتصادية، وأهم هذه العوامل في أي مدينة في العالم هي الأنظمة والتشريعات والخدمات المتوفرة في المدينة والاستقرار السياسي والموقع الاستراتيجي. طبعاً كل العوامل مثل ما هو واضح على الشاشة أمامكم كلها مهمة،
ولكن هناك عامل مهم وهو المحرك الأساسي لاقتصاد أي مدينة، ولا شك أنه البنية التحتية، لأنها أساس اقتصاد أي بلد في العالم. ومن هذا المنطلق كانت سياسة حكومة دبي هي أن تستثمر وتستثمر بشكل مستمر في البنية التحتية، وكذلك بذلت جهد مشان تحافظ على الجودة لهذه البنية التحتية. حكومة دبي صرفت ما يقارب من أكثر عن 300 مليار درهم في البنية التحتية، حتى ما وصلت البنية التحتية للمستوى اللي هي عليه الآن. طبعاً هذا أدى إلى حدوث نماء في الناتج المحلي للإمارة، وارتفع من 240 مليار عام 2006 إلى 312 مليار عام 2012 بمعدل تقريباً 5%. طبعاً كل شيء هذا ما بيتحقق لو ما كان هناك اهتمام ببعض أو تركيز على بعض القطاعات الاستراتيجية الهامة، على سبيل المثال تأسيس المناطق الحرة وصناعة الفعاليات، وكذلك تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لأهميتها في تنشيط الاقتصاد. طبعاً كل هذا أدى هذا النجاح الاقتصادي، وأحب أعطيكم معلومة مهمة، أن 80% من الشركات العالمية متواجدة في دبي. 80%. طبعاً مشاريع الطرق والنقل العام مشاريع مهمة جداً، وكل الدراسات اللي صارت على مستوى العالم أن الاستثمار في الطرق والنقل في له عائد، والعائد يبلغ حسب الدراسات بين 1.2 إلى 2، وهذا بالإضافة طبعاً هناك يعني توجد فوائد مباشرة وغير مباشرة. الفوائد غير مباشرة يمكن تصل لأربع أضعاف. فلو عملنا حسبة بسيطة، الفوائد المباشرة والفوائد غير المباشرة، لأن احنا نسميه العائد على الاستثمار الكلي، يصل لكل درهم تستثمره العائد يكون 6 درهم. طبعاً الحكومة ركزت على تطوير البنية، ولذلك حصلت دولة الإمارات بالمركز الأول عالمياً في جودة شبكة الطرق حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2013. كذلك فازت مدينة دبي باستضافة أحداث عالمية، IMF، UITB، وإكسبو، مؤخراً إكسبو 2020. لا شك أن البنية التحتية هاي أدت إلى توفير في الطاقة، توفير في وقت الناس، توفير في الوقود وغيرها. طبعاً لو من 2005 فقط حسبنا كم وفرت حكومة دبي بإنشاء البنية التحتية الحديثة على فقط على الطرق والمواصلات، يمكن صرف في حدود 70 مليار أو أقل شوي. ليتوفر حسب معادلة بسيطة يتم احتسابها، يمكن مختصين المواصلات يعرفونها، لوفرنا من 2005 التوفير حتى الآن 72 مليار، لأن هذا يكون التوفير مستمر، ولكن أنا أحسب بس فقط السبع سنوات اللي طافوا. مشان نركز على الجودة العالمية للبنية التحتية، طبعاً أنا بضرب بعض الأمثلة البسيطة اللي هو مثل ما بدأ المقدم، الأخ المقدم، الأخ عبد الله، تكلم عن مترو دبي. هو أطول مترو في العالم، تنفذ
في فترة زمنية محددة ويعمل بشكل كامل بدون سائق. فطبعاً المترو فيه خدمات كثيرة، وحاولنا نصمم منحن عربات المترو بطريقة تناسب بيئتنا العربية الإسلامية وعاداتنا. المترو حقق يعني من خلال التقنيات العالية اعتمادية عالية في الجودة، وصلت ل 99.9%. نقل المترو من 9/9/2009 حتى الآن 400 مليون راكب. طبعاً تم تصميم العربات بطريقة 5 نجوم مشان احنا نجذب الناس. ومؤخراً أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أوامره بأن تتحول إلى متاحف أيضاً لزيادة استخدام المترو. ومعلومة اقتصادية أيضاً أحب أضيفها، قيمة الأراضي عند المحطات مال المترو، وهي أرقام أنا متأكد منها، حوالي زادت بنسبة 30% قيمة الأراضي. بالنسبة لترام دبي، طبعاً هذا الترام بيكون جاهز في نوفمبر السنة هاي إن شاء الله، طوله في حدود 11 كيلومتر، بيخدم منطقة الجي بي آر والمرسى ومنطقة جبل علي. هذا ثاني ترام يطلع برا فرنسا، أحدث ما توصل العلم في تصميم الترامات. التغذية بتكون أرضية بدون وايرات كهرباء ودون أسلاك هوائية، وبيتنفذ في طبعا المكان الأول اللي يتنفذ هذا الترام في طوكيو في اليابان، نحن يمكن ثاني مدينة ننفذه. بيكون في واي فاي، وبينقل حوالي 6 مليون راكب في عام 2015. طبعا لما نتكلم عن البنية التحتية يجب أن نتكلم عن موضوع التكامل في البنية التحتية. موضوع التكامل مهم جدا، لا يمكن أن نعمل بنية تحتية بدون موضوع التكامل، لأن هو عنصر تميز مهم بالنسبة لأنواع المواصلات. طبعا أنظمة النقل لها علاقة كبيرة بالخطط الحضرية، ولها علاقة أيضا بالخطط الاقتصادية، و كلها تمشي بالتوازي، ويجب يكون هناك تنسيق كامل بين هذه الخطط. النقطة الثانية، التنسيق بين وسائل النقل ضروري أيضاً، والتخطيط. هذا كله أدى إلى تطوير جذري في منظومة النقل الجماعي. استطعنا أن ننقل من 2006 إلى 2013، في 2006 كان 163 مليون، قفز هذا الرقم ل 446 مليون عام 2013. اليوم ننقل في الطرق في مدينة دبي بوسائل المواصلات، المترو ينقل يومياً 500 ألف راكب. وسائل المواصلات كلها تنقل في حدود 1.5 مليون يومياً. وطبعاً مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعلن أن دبي بتكون المدينة الأذكى عالمياً، وبتكون خلال 3 سنوات. ولذلك وجه بأن يكون سمو الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي هو بيرأس الفريق، فريق العمل هذا، لأهمية اتخاذ القرار وسرعة القرار، لأن 3 سنوات مدة بسيطة مشان تحول المدينة بالكامل إلى مدينة أذكى في العالم، أذكى مدينة في العالم. الخطة الاستراتيجية بالنسبة للحكومة في هذا الموضوع كانت يعني مبنية على 6 محاور، وعلى فكرة النقل الذكي واحد من 6 المحاور. النقل الذكي دائماً بالنسبة لخطة المدينة الذكية يشكل حوالي 30% من المبادرات والمشاريع بتكون
حول النقل الذكي. طبعا الاستراتيجية بيكون لها 6 محاور ومحور واحد النقل الذكي، وبتكون مبنية على 3 أفكار رئيسية: التكامل والتواصل والتعاون. والهدف الرئيسي لهذه الاستراتيجية طبعا من خلال كل الخدمات تكون عن طريق الهواتف الذكية، والهدف الأساسي هو إسعاد الناس. طبعا هذا يعني أن بننتقل من مرحلة رضا العميل إلى إسعاد العميل وتغيير جودة الحياة وإسعاد الناس. تكون الخدمات كلها من الموبايل، واحد ممكن يتكلم يقول كيف من الموبايل كل شيء. قبل ما تطلع في عندك أبليكيشن تضغط عليه، تعرف أقصر طريق، أرخص طريق، وين ماشي زحمة، الخدمات، كل الخدمات. مثلا على سبيل المثال ممكن تكون تسوق على 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 شارع، اذا موجود اكثر عن مركز خدمه يخبرك حتى مركز الخدمات اي واحد اللي ما فيه زحمه مشان تروح وتخلص المعامله. طبعا كل الخدمات هذه بتتوفر. وانا على فكره احب بس مشان نطلع عن موضوع النقل والمواصلات، موضوع خدمه الناس، بضرب لكم مثل بسيط ممكن بس مشان نطلع على الموضوع. كنت مسافر لبلد على احدى الخطوط الطيران، ما بذكر لا اسم خطوط الطيران ولا بذكر ايضا اسم المضيفات، كانت فطلبت كوفي. فاول مره جتني وحده اسيويه قالت لي I cannot serve you sir because there is a turbulence في الجو، وممكن القهوة تنكب عليك. فشفت أنا وحدة شي شكلها أوروبي، بعد زقرتها قلت لها I need coffee 5 minutes later turbulence نفس الشيء. قالت لي يس سير، راحت وجابت لي الكوفي نص الجلاس. المضيفتين اشتغلن في نفس الطيران ونفس الرحلة بس الكلتشر مختلف. وحدة ما تبغي تشتغل أو she want to do the minimum، وحدة تبغي تخدم وعندها انترست في خدمة الناس. فهني الفرق، موضوع خدمة الناس موضوع مو بسهل، ولما توصل لموضوع إسعاد الناس أيضا هذا أصعب، يتطلب جهد. وأنا تعمدت أضرب مثل خارج لأن موضوع إسعاد الناس عملية مش سهلة، مشان أنك تسعد الناس من خلال تقديم خدمات راغية لهم. ولذلك يسمون موظف اللي يشتغل في الحكومة وفي البلديات وكذا يسمونه public servant، خادم الناس. فهذا جزء أيضا من منظومة العمل. إذا الشخص حتى هيدلك على الكوادر، إذا الكوادر مش مؤهلة أن تخدم ما يمكن تصل لهدف الاستراتيجي اللي أنت تبغيه تحت أي ظرف أي نوع من الخدمة وأي شيء. فأنا تعمدت أضرب المثل هذا بس مشان نعمل نوع من المقارنة. تحقيق السعادة طبعا نحن في حكومة دبي عن طريق الهواتف الذكية عملنا 3 برامج. برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية، نموذج دبي لتطوير الخدمات الحكومية، برنامج النجوم لتصنيف مراكز الخدمة. أما بالنسبة لتطوير المجتمع ورفع جودة الحياة فأيضا يوجد أكثر عن تأسست هيئة تنمية المجتمع، مشروع التعليم الذكي، برامج توفير السكن للعائلات المستحقة. طبعا لما نتكلم عن مدينة ذكية في المواصلات ونقل ذكي، بنتكلم عن بعطيكم 4-5 أمثلة سريعة. بالنسبة لمواقف السيارات، اليوم في أبليكيشنز أنت تدخل مناطق المزدحمة وتوقف في الصف تنتظر تحصل على باركينج. جالسين نشتغل على أبليكيشن أول ما تدخل الطريق في المنطقة هذه يخبرك يتوفر موقف أو لا، وما يحتاج تنتظر، ممكن تصير منطقة أخرى مكان آخر بدل ما تنتظر 20-15 دقيقة مشان تأخذ موقف. هذا أبليكيشن. الأبليكيشن الثاني تاكسي الذكي، كثير من السياح يستخدمون التاكسي. بنوفر خدمة في التاكسي عبارة عن شاشة، تقدر تسوي تشيك إن من المطار من التاكسي، تقدر تعرف شو الأحداث في الإمارة، الفعاليات، تقدر تعرف الفنادق، الأسعار، كل شيء تعرفه عن طريق
الشاشة المتوفرة في التاكسي. في شيء ثاني أيضا، معلومات آنية عن الطريق تكلمت عنها عن الزحم وغيرها، بنسوي أيضا مركز موحد للباصات وللتكاسي وللمترو وللترام، يكون تحت سقف واحد للكراود مانجمنت. لما تصير أحداث، طبعا 25 مليون بيونا في 6 أشهر لإكسبو، يجب يكون عندنا قدرة فنية ذكية فيها مواصلات ونقل، نقدر نحرك المجموعات الكبيرة هذه. طبعا عندنا نظام سالك يستطيع أن يصور من ناحية فنية، من ناحية أمنية، من كل النواحي. حتى لو كنت بسرعة تمشي 300 كيلومتر في الساعة، نستطيع أن نصور سيارة من الأمام ومن الخلف ونرصدها ونعمل كنترول في التعرفة. طبعا نظام التعرفة نول، هذا نظام موحد كل أنظمة المواصلات بطاقة واحدة تقدر تدفع. الحافلات الذكية، أيضا موضوع الحافلات، موضوع وجهتي شاركني في برامج كثيرة فيها، تقدر يعني اللي ما عنده سيارة يقدر مثلا خلال برنامج شاركني هو مجموعة من أصدقائه، يقدرون يسيرون الدوام يرجعون مع بعض، وسوينا أبليكيشن وموجود عندنا في الهيئة. في كثير برامج وجهتي هاي لتحديد تخطيط رحلتك، وهذه أيضا بتكون مهمة. تكلم عن موضوع الشباب اللي هم 60% من المجتمع، كيف تغير الكلتشر؟ نحن لما استوت الهيئة كان 6% يستخدمون المواصلات، الآن نحن وصلنا ل 13% من الركاب يستخدمون المواصلات. الهدف مالنا ل 2020 20%. فكيف تشجع الشباب؟ عملنا مجموعة سويناها، أسسنا مجموعة مع الاتحاد الدولي للمواصلات سميناها Youth for Public Transport، مجموعة الشباب للنقل. وطبعا هذه اللي هم شباب دبي للنقل الجماعي، مشان نشجع الشباب عندهم اي اقتراحات اي افكار لتطوير النقل وللتواصل مع الشباب. طبعا هذا النمو وهذه النجاحات، وبعد فوز دبي باكسبو 2020، معرض يقام مره كل 5 سنوات، أول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا مدينة تفوز بإكسبو 2020. طبعاً شعار الإكسبو 2020 تواصل العقول وصنع المستقبل، ومبني على 3 محاور: التنقل، الاستدامة، والفرص. طبعاً يمثل التنقل الذكي أحد العناصر الرئيسية في الاستراتيجية، وطبعا بيوفر المعرض هذا حوالي 270 ألف فرصة عمل. في أيضا برنامج موجود في من ضمن الإكسبو 2020 يطلق عليه إكسبو لايف. هذا البرنامج لسبع سنوات، وحكومة دبي ضخت حوالي 100 مليون يورو، هذا للابتكار والتعاون والإنوفيشنز وغيره. أي حد عنده أي فكرة، عندنا فريق إكسبو بيحاول يساعد يوفر للدعم المالي والدعم الفني والإداري مشان تطوير أي فكرة تختص بالإنوفيشنز لها علاقة بشعار إكسبو. هو عبارة عن صندوق شراكة أساساً، ويجب تكون المواضيع في التنقل والاستدامة والفرص. ويمكن حتى أي حد من الوطن العربي يشارك فيه أو من آسيا. طبعا نحن عارفين في حكومة دبي أن عندنا تحديات كبيرة، من ضمن هذه التحديات النمو العمراني والاقتصادي السريع، محدودية دور النقل الجماعي مثل ما قلت وصلنا فقط 13%، على فكرة الدول المتقدمة تصل ل 50 و60% حتى نقل جماعي. طبعا من ضمن هذه التحديات أن نحن نستمر نستثمر في البنية التحتية، ومن ضمن الخطط مالنا أن نحن ننشئ حوالي 335 كيلومتر من خطوط القطارات والترامات في المستقبل. طبعا تعزيز الشراكة، لا ننسى القطاع الخاص، يجب أن نعطي فرصة للقطاع الخاص أن يشارك في البنية التحتية ويحقق الكفاءة والاستدامة. لو
نركز شوية، عندنا بعض النقاط ممكن وايدين يسألون طيب شو الدروس المستفادة؟ يمكن الأرقام هاي تخص دبي، ولكن شو الأخوة العرب والأخوة في السعودية شو ممكن دول مجلس التعاون شو يستفيدون؟ شو الدروس المستفادة؟ أنا بلخص لو سمحتوا لي الدروس المستفادة من هذه التجربة لو أنها قصيرة ولكن نعتقد أنها ناجحة. أولاً موضوع الاستثمار في البنية التحتية هو المحرك الاقتصادي لأي مدينة، وأنا عندي أكثر عن مثال، لو أي واحد فيكم اطلع على الخطط الاقتصادية أيام الأزمة المالية العالمية لأي مدينة سواء كان الولايات المتحدة أو أي دولة أوروبية بيشوف جزء من ميزانياتهم مبالغ كبيرة مخصصة للبنية التحتية. هذه أول نقطة. النقطة الثانية الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية. كثير من المدن ومن الدول يجب أنك تبدأ من أين انتهى الآخرون، وأنا بضرب أمثلة لأن نتكلم عن النقل والمواصلات. يعني على سبيل المثال لما نتكلم عن بطاقة الدفع ونظام التعرفة، هونغ كونغ وسنغافورة أفضل مدن العالم في المجال هذا، فما يحتاج تصير أوروبا. لما نتكلم عن نظام السيفتي في القطارات تيليكوميونيكيشن والسيجنال، على طول فرنسا وألمانيا، ما يحتاج تصير دول ثانية. لما نتكلم عن النقل البحري أستراليا، لما نتكلم عن الليجيسليشنز في النقل وسياسات أمريكا الشمالية. فإذا على الشخص المختص في هذا المجال أن يعرف وين يصير وين يبدأ. ما يمكن تصير تبدأ في أبليكيشن أو تسوي برنامج وتبدأ تأسس وأشياء موجودة أوردي جاهزة في دول ثانية. يا أخي جيبها وابدأ من أين انتهى الآخرون، وشي سوينا في دبي نحن. هاي النقطة الثانية. ثلاثة، الاهتمام بالكوادر المواطنة. عندنا حوالي 73 من مدير ومدير تنفيذي ومدير إدارة تم تدريبهم من بداية تأسيس الهيئة بشكل متوازي. يجب إعطاء فرصة للمواطنين وأصحاب البلد للتدريب والتطوير من الإنشاء من الأساس، كأن جزء أساسي. تبغي تعمل مترو لازم يكون فريق مواطن ويام يشتغل. أنا يمكن أقول أشياء هذه بسيطة، يمكن أنا عارف أن الأخوة في السعودية متقدمين في مجالات كثيرة ويمكن بألاف الكيلومترات منفذين ترامات ومترو وهذا، ولكن أنا أرى لكل الناس الحاضرين من الدول أنا أقول مهم أنك تبدأ بالتوازي. النقطة الرابعة، التكامل يعتبر أهم عوامل نجاح أي منظومة نقل. يعني موضوع التخطيط وموضوع التنمية الاقتصادية مرتبطين ارتباط مباشر بمسار المترو أو مسار إذا كان حق الفريت البضائع أو حق الركاب، وإذا بتستخدم حتى نفس التراك حق الاثنين. فالموضوع أنت تتكلم عن 50 سنة 70 سنة 100 سنة، لأن هذه مليارات الدراهم تضخ للمشاريع هذه. ما يجوز تخطط لعشرين حتى 30 سنة، 20-30 سنة حق الطرق والمرور. تكلم عن 50 سنة لمئة سنة وأكثر عن 100 سنة لما تتكلم عن مشروع مترو أو ترام. شمولية التكامل في خطط النقل كيف يعني؟ يجب يكون في علاقة بين شبكات الطرق، أنظمة النقل، أنظمة المواصلات، الأنظمة الذكية، والسياسات أيضا لها جزء كبير في التحكم في أنظمة المواصلات والطرق. النقطة اللي بعدها، التكامل الفيزيائي والمعلوماتي. يعني كل مدينة تناسبها نوع معين من المواصلات. يعني مدينة تطل على البحر أو مدينة عندك على شكل جزيرة، أو يعني مثلا تقارن دبي وأبو ظبي. أبو ظبي فيها الشواطئ البحرية أكثر، الجزر أكثر، فإذا بيكون في تركيز على النقل البحري، بيكون في تركيز على يمكن ترام داخل، بيكون في يختلف عن طبيعة دبي وموقعها الجغرافي. فكل مدينة لها يعني مثل جدة مثلا على البحر تختلف عن مدينة صحراوية من حيث التخطيط في أنظمة المواصلات تختلف، لأن حتى المود في ترانسبورت تختلف، ويجب يكون تكامل ومن الآن. الشراكة مع القطاع الخاص، وتكلمت عن الموضوع هذا. الأصول، في كثير من الدول يبنون أصول ومشاريع وما يهتمون بالأصول. نحن في هيئة الطرق والمواصلات حصلنا على شهادة باص 55،
حصلنا مؤخرا على الايسو 50000. هذا بعد ايضا يعمل نوع من المحافظة على الأصول وممتلكات الحكومة لفترات طويلة وتسجل مشان تعمل تنظم موضوع الصيانة، الصيانة الاستباقية والصيانة التصحيحية، ويجب يكون كل شيء مبرمج. والآن الحمد لله موضوع الاوتوميشنز موجود في كل دول العالم، وهذا يتطلب جهد. يعني يمكن هذه النقطة أنا بسيطة، يمكن بتاخذ سنوات مشان اي مدينه تعملها. الموضوع مش بسيط، يعني لما تعمل سيرفي حق الانفراستراكشرز مو بسهل، خاصه بالنسبه للاشارات الارشاديه، الاشارات المروريه، الخدمات، جهد جبار. تحقيق النجاح طبعا ضمن وقت محدد، ما يمكن تحط خطط صعب التخطيط، حتى الواحد لما يسمعها يقول هذه نت براكتيكال ومش معقوله. لازم تكون واقعي في وضع الخطط. وموضوع لما نتكلم عن خطط، أشياء مهمة أيضا نتكلم عن موضوع اتخاذ القرار. ما يمكن أنك أنت تعمل تبغي مثلا تحط مسؤول مثلا مواصلات وطرق وما تعطيه صلاحيات أو تخليه مشان يأخذ قرار 1000 مجلس فوقه، ما يجوز. 20 طبقة لما يوصل يأخذ القرار، فهذا يأخر الشغل ويأخر العمل، بيروقراطية زيادة عن اللزوم وما في داعي لها. ما دام عندك دائرة رقابة ودائرة محاسبة، خلاص هم يدققون وهم يشيرون، وإذا الشخص مش صالح لازم يخلي على جنب وخل شخص ثاني يدير. أما أن تصير نظام تعلن عن خطة وتأخر 15-20 سنة وتقول أنا والله السيستم كذي، لا، السيستم أنت تخلقه. موضوع الطبقات في اتخاذ القرار وايد مهم، وتبسطها قد ما تقدر. توفر الأنظمة والكوادر الفنية الإدارية المناسبة. ما يمكن بعد واحد خريج جغرافيا تحطه يكون مسؤول عن المواصلات وغيره، فلازم يكون حتى لو عنده خبرة. هي قضية مش قضية إدارة، في أمور في أماكن تحتاج مهندسين، في أماكن تحتاج سياسيين، في أماكن. فهني تستغرب، يعني حتى في الوطن العربي تحصل شخص مسؤول عن هيئة وعن إدارة مش تخصصه. صعب أن هذا، لأنه قائد في الهيئة والمؤسسة، أن يحقق نجاح. تحديد الأولويات ووضع خطط تنفيذية وبرامج زمنية. توفر أنظمة شاملة لإدارة المشاريع. وأحب أقرأ عليكم مقولة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن موضوع إسعاد الناس. قال: إن هدفنا الآن هو إسعاد مواطني دولة الإمارات وسعادة مواطنيها، لن تكتمل إذا نقصهم شيء، وعليه لابد من إتمام بعض الخطوات حتى نسعد الناس بها ونمكنهم من جميع الخدمات. ولذا فإن استراتيجية المدينة الذكية لدبي تتطلب تجاوز مرحلة رضا المتعاملين إلى مرحلة إسعاد الناس. ويسعدني كذلك أن أختتم بمقولة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد، اللي قال فيها: لن نعيش مئات السنين، ولكن يمكن أن نبدع شيئا يستمر لمئات السنين. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً سعادة المهندس مطر الطائر على مشاركتنا هذا النجاح والطرق التي أدت إليه. رجاء التكرم الآن بقبول هدية تذكارية من إدارة المنتدى، يقدمها شيخ مازن بترجي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بجد. طبعاً الدرع من كثر ما هي مهمة أخذت وقت على ما توصل للمسرح. شكراً سعادة المهندس. دقائق قليلة ونبدأ الجلسة الثامنة أو الثانية من هذا المنتدى، وهي تحت عنوان الحاجة إلى إصلاح بيئة العمل.